تواصل شاحنات المساعدات الإنسانية والغذائية العبور إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي بالتزامن مع استقبال مطار العريش للمساعدات الإنسانية والإغاثية من مختلف دول العالم. ميناء العريش البحري هو أحد المسارات الثلاثة المهمة على مستوى المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تستقبلها مصر بهدف توصيلها للأشقاء الفلسطينيين. المزيد يطلعنا عليه الزميل محمد عبد الصبور مراسل التلفزيون المصرية. تحياتي زملائي الأعزاء، تحياتي مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان، من هنا من ميناء العريش البحري وعلى الهواء مباشرة، وأحد المسارات الهامة في استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تأتي إلى جمهورية مصر العربية جنبا إلى جنب مع المسار البري والمسار الجوي. إذا تحدثنا عن هذا الميناء نتحدث عن استقبال ما يقرب من 62 سفينة منذ بداية الأزمة محملة بآلاف الأطنان من المواد الإغاثية والإنسانية التي توجهت لقطاع غزة. أيضا نتحدث في هذا الميناء عن هذا المستشفى الميداني البحري الإماراتي الذي تم إنشاؤه ما يقرب من أسبوعين فقط، وهذا المستشفى يتعامل مع الجرحى والمصابين على مدار الساعة، حيث تبلغ سعة هذا المستشفى المكون من عدة طوابق ما يقرب من 4 أدوار. أيضا هناك 30 سرير هي السعة الكاملة لهذا المستشفى بواقع وحدات للعناية المركزة ووحدات أيضا للعناية العاجلة، بالإضافة أيضا إلى أن هذا المستشفى مجهز بكافة المستلزمات وأطقم طبية إماراتية تتعامل مع كافة الحالات من الجرحى والمصابين على مدار الساعة. هذا أيضا هناك تعاون بين جمهورية مصر العربية والجانب الإماراتي في هذا المستشفى البحري، وأيضا المستشفى الميداني داخل قطاع غزة الذي يتم إمداده بكافة المستلزمات. دائما يتم تفريغ هذه الحمولة عبر هذه الشاحنات المختلفة، وأيضا هناك شاحنات أخرى منتظرة للدخول لتفريغ حمولة هذه السفينة. إذن بنتحدث عن تعدد وتنوع المساعدات الإنسانية، ليس الطريق البري فقط، ولكن هناك أيضا طريق جوي عبر هذه الميناء التي تتسع لهذه السفينة التركية وأيضا المستشفى الإماراتي. ليس هذا هو كل الدعم التي تقدمه جمهورية مصر العربية، ولكن هناك أيضا دعم آخر من خلال أطقم طبية تابعة للهلال الأحمر المصري ذهبت إلى قطاع غزة للتعامل مع الأطفال الفلسطينيين كفرق للدعم النفسي والمعنوي لهؤلاء الأطفال جراء ما لقوه من ويلات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. إذن المساعدات المصرية لا تقتصر فقط على ما يأتي إليها، ولكن تتعدى أكثر من ذلك لتذهب إلى قطاع غزة وتتعامل مع الجرحى والمصابين من خلال الدعم النفسي، وأيضا من خلال المخيمات الإغاثية التي تم إنشائها في منطقة جنوب غرب خان يونس. إذن عملية الملف الإنساني والإغاثي الذي تبناه مصر هو ملف في غاية الأهمية، لا يقتصر دوره على إرسال مساعدات فحسب، بل تذهب مصر من خلال الهلال الأحمر المصري إلى داخل الأراضي في قطاع غزة لتقديم يد العون والمساعدة على مدار الساعة.